السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة انتوا وكل حبايبكم، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومش مكلفة خالص وارباحها كبيرة جدا 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 عليكم. وعلى ذكر عدم التكلفة والتوفير، النهاردة جايين نتكلم عن طريقة عمل العلف في المنزل بأقل التكاليف. لكن علشان ده لازم تفهم بعض الأبعاد اللي تخص العلف وتكوين العلف، وأمور مهمة جدا قبل صناعة العلف لازم تعرفها علشان تعمل علف يعني جودته تكون عالية جدا وتاخد منه أكبر فايدة للطيور بتاعتك. لكن قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول عن طريق إشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. أولا لازم نعرف مميزات عمل علف الدواجن في المنزل وإنك ما تشتريهوش من بره. طريقة الانتاج الخاصة به سهلة للغاية، اقتصادي اي انه غير مكلف نهائيا وغير ضار وليس له اعراض جانبية زي العلف اللي من بره. لا يحتاج الى مكان كبير لانتاجه، وهو مناسب بشكل كبير لمن يقوم بتربية كميات واعداد كبيرة من الدواجن او الطيور، موفر بشكل كبير جدا وخاصة لمن يرغب في تربية كميات كبيرة من الطيور ومن يرغب في صناعة كميات كبيرة من العلف. أمور يجب معرفتها قبل صناعة العلف: جودة العلف، حيث يجب أن يكون العلف جيد وجودته عالية كمان مش جيد وخلاص، حتى لا يتسبب بحدوث أمراض أو سموم أو فطريات. والتعرف على احتياجات الدواجن أو الطيور الغذائية مع التعرف على المواد التي يتم إدخالها في تصنيع العلف أصلا عند المصانع الكبرى. لابد أن يكون العلف محتوي على كافة العناصر الغذائية والتي تحتاجها الدواجن بشكل كبير ومستمر، ولابد أن تكون على علم بطرق خلط وتصنيع الأعلاف تلك والمكونات الخاصة بعلف الدواجن. لو عرفت المعلومات دي أؤكد لك أنت كده بدأت بداية سليمة جدا. الذرة هي أهم وأكثر أنواع الحبوب انتشارا كعمل علف للدواجن، لأن الدواجن تتقبلها وبتحبها بشكل كبير جدا، كما أنها سهلة الهضم ولها أنواع مختلفة، من أهمها الذرة الصفراء والذرة العادية وذرة التهجين. ولكن يفضل استخدام الذرة الصفراء بدلا من استخدام الذرة البيضاء، ويفضل استخدامها للكتاكيت الصغيرة وأيضا للدجاج البياض. الخبز برضه هو واحد من أهم المكونات الخاصة بعلف الدواجن والطيور، والذي يتم وضعه بشكل جاف أي بعد تفتيته وتجفيفه ووضعه مع باقي المكونات الجافة، وذلك لأن الخبز يحتوي على نسبة متوسطة من البروتين ونسبة كبيرة جدا من الكربوهيدرات والتي تتواجد في شكل النشا. وبرضو من الحاجات المهمة جدا الشعير، الشعير برضو بيتواجد بنسبة كبيرة في العلف، يحتوي على نسبة كبيرة بحوالي 3 مرات أكتر من الطاقة من القمح والذرة، كما بيحتوي على نسبة كبيرة من الألياف، لذلك هو غذاء جيد للدواجن والطيور أيضا بشكل عام. كما أن الشعير يحتوي على نسبة كبيرة جدا وممتازة من الكربوهيدرات، وهو متشابه مع القمح بشكل كبير جدا والذرة، وخاصة طبعا بالنسبة لإمداد الدواجن بتلك الطاقة، كما يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين، حيث يلجأ أصحاب الدواجن إلى استخدام القمح في تغذية الدواجن الخاصة بهم مع يعني قلة توافر المكونات التانية، وعلشان يوفروا كميات كبيرة من المكونات التانية فبينشأوا يعني في استخدام على طول الشعير وباقي المواد التانية دي علشان يوفروا في الميزانية بتاعتهم. فوائد استخدام اليرقات بقى في عمل العلف في المنزل: هناك أنواع من الطيور التي لا تنتج نهائيا إلا في وجود يرقات، من أهمها البلابل، يعمل على تقوية الطيور من الناحية الجنسية، يحتوي على بروتين بمستوى عالي جدا وتفضله الطيور وتحبه بشكل جنوني، وتوفر مجموعة كبيرة من الفيتامينات للطيور. اليرقات دي بتوفر فيتامينات يعني ما نقولكمش، يعني هتخلي الطيور بتاعتنا مش ناقصها أي فيتامينات خالص بسبب اليرقات دي. إيه بقى خطوات وطريقة عمل العلف في المنزل؟
يعني بالتفصيل كده احنا هنضع حوالي كيلو من الذرة المطحونة في علبة من البلاستيك، ونضع اليرقات فوق العلف اي فوق الذرة المطحونة، ونضع اي فضلات موجودة عندنا في البيت من خضروات فواكه، والتي طبعا على رأسها الخس في شكل شرائح او قشر الموز او قشر البطاطس او قطع من التفاح، ويتم وضع غطاء على تلك العلبة من خلال جريدة مع وضعها تحت الظل، اي وضع تلك العلبة في الظل مش في شمس. بعد حوالي اسبوع من وضع العلبة دي تحت الظل بتتحول للون الخنفساء او الديدان، يعني بتبقى لونها احمر، وبعد مرور اسبوع اخر بيتحول لونها الى اللون الاسود، وبعد مرور حوالي 15 يوم تقوم اليرقات تلك بانتاج حوالي 500 بيضة بحد اقصى و300 بيضة بحد ادنى، ومن ثم تموت. انت كده عرفت تعمل العلف في المنزل بخطوات سهلة جدا. بعد كده بقى ممكن تحط عليه اي مكونات تانية انت عايزها، او تقدم مكونات تانية بجانبه، خضروات تانية، اي حاجة تانية، لكن انت كده كونت البويضات او البيض من اليرقات، وبدأت في صناعة العلف في المنزل عندك بدون اي تكلفة. والناس كده لما هتستخدم الطريقة دي هتستفيد بنسبة كبيرة جدا، لان العلف ده هيوفر عندهم مصاريف كتيرة، خصوصا طبعا لأصحاب المشاريع الكبيرة اللي بيستخدموا علف بكميات كبيرة. لو يعني عملوا الطريقة دي هيوفروا، لأن العلف ده مش مكلف خالص، يعني ممكن يكون مثلا بيوفر لهم حوالي أكتر من تلت ثمن العلف اللي بيشتروه من بره، وده يعني ربح كبير جدا ليهم، لان كل ما انت بتوفر في المصاريف اللي بتصرفها على المشروع والغذاء اللي بتقدمه ليه الطيور، كل ده ما بيكون موفر ليك في ارباحك، وبتبقى ارباحك نسبتها اكبر بعد كده. ده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في قناه طيور فوق السطح، وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول عن طريق اشعارات مباشره ليك من اليوتيوب، وما تنساش تدعمنا الفترة الجاية لاننا هننزل فيديوهات كتيرة باذن الله عن مواضيع مختلفة من يعني مناحي مختلفة في تربية الطيور، وطبعا كل البلاد اللي بتتابعنا سواء مصر او السعودية او اي بلد بتتابعنا في الوطن العربي، احنا بنشكركم جدا على دعمكم، ومستنيين تعليقاتكم على الفيديو، واي مشكلة عندكم يعني في اي بيت في الوطن العربي احنا اكيد مش هنتأخر عنكم ابدا. اي حد ممكن يعملنا تعليق على الفيديو باي مشكلة، واحنا لو عندنا الحل اكيد هنرد مباشرة، ولو مش عندنا هندور لحد ما نجيب الحل المناسب والاسلم للمشكلة، ونتعلمه ونتعلم مع بعض. ولو حد عنده تعليق على الفيديو بتاعنا بحاجة هو منتقدها او شايفها مش حلوة، ياريت يقول لنا برضو، كلنا بنتعلم من بعض ومفيش حد كبير على التعلم، ونشوفكم على الف مليون خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.